السلام عليكم. خطوات التسجيل في اختبار أبنائنا في الخارج، أول حاجة طبعا بندخل على الموقع، موقع أبنائنا في الخارج، وهتلاقوا اسم الموقع في وصف الفيديو. بعد كده بيجي لك التبويبين دول. هنا طبعا الإجراءات والشروط لازم تقراهم كويس من هنا قبل ما تسجل عشان تعرف إيه هي الشروط قبل التقديم للاختبارات. لو حابب تقدم إن شاء الله في الاختبارات، سواء كنت جديد أو كنت سبق لك في الأعوام الماضية الوجود في أبنائنا في الخارج، هتأشر على الزر الأول ده من هنا. هنا طبعا لو أنت مصري هيطلب منك البيانات كما هي موجودة في شهادة ميلاد الطالب، اكتبها بدقة. الرقم طبعا بيكون رقم الرقم القومي كامل، وتاريخ الميلاد ويوم الميلاد والشهر. البيانات دي حاول تدخلها بمنتهى الدقة بالظبط زي ما موجودة، لأن هي لو مش صحيحة السيستم أصلا مش هيفتح معاك. محافظة الميلاد أيضا كما هي موجودة في شهادة ميلاد الطالب. لو هو موجود مولود خارج مصر اختار المركز الرئيسي. النوع طبعا ذكر أو أنثى وهكذا. لو أنت مش مصري أصلا وحابب تقدم، طبعا التقديم مفتوح لكل الجنسيات الأخرى، ولكن لازم تقدم الطلب في القنصلية أو السفارة نفسها، مش تقدر تقدم من هنا زي المصريين، ولكن التقديم طبعا متاح. بعد ما بتعمل الخطوات دي كده بالظبط، تقوم ضاغط على زر تسجيل الدخول. لو كانت البيانات دي صحيحة هتفتح معاك، لو كانت خاطئة هيديك إن البيانات خاطئة. طيب الحالة الموجودة معانا دلوقتي ده طالب سبق التقديم ليه في أبنائنا في الخارج. الطلاب اللي سبق ليهم للتقديم بأبنائنا في الخارج بيبان معاهم فوق هنا البيانات العام الحالي 2021، مش هيقدر يعدل فيه لأن هو أصلا افتراضيا خلاص اتنقل للصف الرابع الابتدائي. في بعض البيانات القليلة اللي ممكن يعدل فيها الولد يعني، ولكن أغلب البيانات وده شيء مهم جدا مش هتقدر تعدل فيه إلا بطلب تعديل بيانات للقنصلية. إذا فلو أنت طالب منتقل داخل أبنائنا في الخارج مش هتقدر تعدل في البيانات، أغلب البيانات. لو أنت طالب جديد ابدأ بقى أضيف البيانات دي، وزي ما ذكرنا بمنتهى الدقة، اسم الاختبار، اسم الامتحان، الصف الدراسي وهكذا، بتقدر تدخل البيانات دي كده. اللغة الأجنبية الأولى بتحددها من هنا. بالنسبة لطلاب اللغات يعني ده الشيء اللي بيحدد لي هل الطالب لغات ولا لا. لو هو طالب لغات طبعا هي ما بتفتحش معايا هنا. ليه؟ لأن خلاص الطالب ده متسجل في الأعوام الماضية. لو هو عايز يعمل أي تعديل يروح يقدم طلب في القنصلية أو السفارة، أوكي. إنما الطالب الجديد هيقدر يفتح معاه القايمة دي، وإذا كان هو مش لغات زي الطالب ده خلاص مش هيحطها نقاط. لو هو طالب لغات هيحدد من هنا إيه اللغة الأجنبية اللي هو هيجيب عليها، سواء بقى إنجليزي أو هنا في معلومات الاتصال بالطالب هتبدأ تدخل أرقام الشخص ولي الأمر أو كده داخل السعودية أو داخل البلد اللي هو بيعبي فيها، أو كمان معلومات الاتصال في الوطن العربي أو في بلد الوطن، بحيث إن هو لو رجع بلده أو رجع مصر يقدر يتواصل مع الموقع، يقدر يتواصل مع الموقع لو في أي تحديثات. إذا هنعبي البيانات دي يا جماعة بمنتهى الدقة، ولو عملنا حفظ مش هتقدر ترجع تعدلها تاني، لازم تروح تقدم طلب في السفارة بشكل رسمي. طيب بيانات الطالب التي كان مقيد عليها قبل التقديم للوطن، هنا الحالة دي لو أنت فعلا كنت طالب جديد فأنت بتقدر من هنا تقدم بياناتك. لو انت كنت قبل السفر يعني او الانضمام في العام الماضي كنت في خارج ابنائنا في الخارج، فبتقدر تقدم البيانات وتدخلها برضه تباعا كنت في اي صف في اي مديرية الى اخره. لو انت اصلا كنت مقدم في الاعوام الماضية في البرنامج خلاص مش محتاج تقدم. طيب بيانات تأديت الطالب لاخر اختبار في ابنائنا في الخارج دي بتتعبى اليا زي ما انتم شايفين لو كان الطالب فعلا كان العام الماضي في ابنائنا في الخارج. اما لو كان الطالب ما كانش موجود في ابنائنا في الخارج فهيقدر من هنا يفتح القايمه ويقدر يعبيها بشان بعد ما بنعبي البيانات دي، لو انا متاكد خلاص ان البيانات دي صحيحه سواء طالب مستجد او طالب نقل، ضروري جدا نضغط على حفظ. في بعض الناس بيشوفوا الشاشه كده ويقفلوها تاني يقولوا خلاص انا ابني كده متسجل. لا، لازم تاشر على كلمه حفظ علشان فعلا النظام يعرف ان انت ان شاء الله عايز تسجل ابنك يشترك في أبنائنا في الخارج للعام الحالي، فضروري جدا تعمل حفظ. بعد ما تعمل حفظ طبعا الشاشة دي هتكون موجودة أصلا متاحة لآخر السنة، ممكن تدخل في أي وقت لو في بيانات ضعيفة عايز تعدل.
ضروري جدا لما بتيجي تقدم بقى فعلا فعلا في السفارة، لما يعلنوا عن النتائج لازم تحمل الاستمارة دي وترفقها بقى بسند الدفع بالوصل، هنتكلم يعني عليها ان شاء الله لما يعلنوا عن تفاصيلها. فضروري جدا تطبع الاستمارة من هنا، تفضل انك تضغط من لوحة المفاتيح كنترول بي، هتجيلك الاستمارة وتطبعها من هنا عادي جدا، بس اتأكد انك حافظها كبي دي اف. هي الاستمارة دي مش محتاجة لا ختم ولا اي حاجة، هي الاستمارة دي كافية تماما ان هي تعرف النظام ان انت خلاص اشتركت في البرنامج. وضروري نرفق الاستمارة دي مع كشف او باقي متطلبات التقديم اللي هنعرفها لكم ان شاء الله وقت التقديم. شكرا جزيلا وبالتوفيق. لو في اي سؤال اسألونا على موقع الأكاديمية او اسألونا تحت الفيديو ده او على صفحتنا. شكرا جزيلا.